مصنع عصري متقدم على مساحة 250 دونم على بعد 19 كيلومترا من مدينة أربيل. ماد ستيل المصنع الأوحد لإنتاج الفولاذ في العراق، حيث أنه بإمكانه إنتاج 6 أنواع مختلفة من الحديد في كل سنة. يتم إنتاج أكثر من 360 ألف طن من الفولاذ في هذا المصنع. إن في الشركة فريقاً من 1000 شخص ذوي الخبرة يشرفون على إنتاج الفولاذ باستعمال أفضل الأجهزة. في ماد ستيل نعمل على وتيرة تمكننا من رفع مستوى الإنتاجية للمستوى العالمي، كما نعمل على الإبداع في الاستثمار والقطاع الصناعي. ماد ستيل